ألو، أيوة الصوت واضح. أيوة ايوه واضح يا دكتور. طيب تمام، هنبدأ حالا وبعدين هنستقر على يعني هنظبط، هنحاول نظبط المواعيد كده مع بعض. الصوت واطي شوية بس. ثواني كده، في حد صوت واطي؟ طيب هحاول أعليه اهو. الصوت كده لسه واطي؟ أيوة يا دكتور. هو مش واطي يا دكتور، بس الصوت بيبقى فيه سبيكر وديفايس، ممكن يعملوا السبيكر. تمام. او لو حتى البسوا دلوقتي اي هيدفون في دماغ، يعني هي المشكله من عند يعني عندكم انتوا في الاعدادات عندكم. الصوت بقى واضح يا دكتور خلاص. تمام، المفروض ان احنا بدأنا المحاضره اللي فاتت، خدنا فيها شويه كلام كده نظري دش يعني محترم. هنكمل النهاردة. أنا آسفة إن أنا النهاردة بدأت، لأن أنا قاعدة من يوم ما كنت معاكم بحاول أحسبها إن إحنا هنعمل إيه في اللي جاي، لأن أنا ما بحبش أبقى ماشية كده الدنيا مش واضحة مع عالمي. فلقيت إن أنا الميعاد بتاع يوم الاثنين ده دلوقتي مش مناسبني بشتى الطرق. هنحاول نظبطه. أنا لما أشوفكم إن شاء الله يوم الخميس، يعني ميعادنا إن شاء الله يوم الخميس الجاي، تمام؟ مش الأربع. هقابلكم في أي وقت على مدار اليوم، يعني بعد المحاضرة قبل المحاضرة. هنتفق على خطوط كده عشان أبقى ماشية المادة إزاي، هنسلم لو في تاسك هيتسلم إزاي. تاسك أولا، تاسكات المادة دي سهلة جدا، أبسط ما يكون، يعني مجرد إن أنا عامل خط بالنسبة الذهبية، عامل مستطيل بالنسبة الذهبية، يعني تاسك ما ياخدش 5 دقايق، تمام؟ فده اللي هنستلمه مثلا في الكلية ونشغل محاضرات أونلاين. لو في محاضرات صعبة شوية أنا نفسي هقول لكم لا ناخدها في الكلية أفضل، وغالبا هتبقى محاضرة واحدة يعني أو حاجة في الترم كله. هبدأ معاكم النهاردة إن شاء الله محاضرة رقم، أتمنى إنها تعجبكم. أنا سجلت، المفروض اللي أنا بمشي عليه ده المفروض إن هو ده الفيديو اللي أنا سجلته لكم من شوية. هبدأ بقى معاكم دلوقتي المحاضرة رقم 2. المحاضرة رقم 2 بدايتها كده هي مجرد برضو مراجعة على المحاضرة اللي فاتت، إن التصميم عبارة عن ابتكار، وإن هو مجموعة من عناصر البيئة بحطها في تكوين معين علشان أدي شكل جديد ويكون له وظيفة أو مدلول، يعني وظيفة ومدلول مع بعض. يبقى أقدر أقول إن التصميم هو عملية تخطيط، تمام؟ التخطيط ده بيكون قايم على نظرية، النظرية دي هي هدف إن إحنا مادتنا اللي هي نعرف نظريات التصميم علشان نقدر نصمم. إحنا عرفنا قلنا كتير قوي في المحاضرة اللي فاتت إن النظرية هي مجموعة من المبادئ والقواعد بتستخدم علشان أوصف شيء معين، يعني ده بيساعد المصمم وبيساعد المتلقي اللي هو هيشتري المنتج أو هيشوفه أو هينقده إن هو يبقى بينقد على أساس أسس معينة. ممكن النظريات كتير تكون مناقضة بعض في حاجات جوهرية، يعني واحد يقول لك الشكل يتبع الوظيفة، واحد يقول لك الشكل هو الأساس، واحد يقول لك less is more، واحد يقول لك لأ لازم التصميم يكون مليان بالزخارف كده عشان يبقى شكله حلو. فالنظريات بتكون مختلفة ومتشعبة،
طيب ايه حلو وايه وحش، ما اقدرش اقول ايه حلو وايه وحش، لان انا كمصمم اللي بحب بفرض الاتجاه، انا بحبه فبفرضه. طبعا المصمم بيعيش طول عمره يتعلم ويحاول يواكب التطورات المستمرة اللي بتحصل بسرعة. وممكن تلاقوا في المحاضرات اللي جاية تلاقوا المصمم على مدار مراحل عمره كده بدأ يغير من نفسه. يعني هو مثلا كان وظيفي في الأول، بدأ يدخل يبقى عمره، هتلاقوا ان هو غير اتجاهه خالص، هتلاقيه مثلا وصل ان هو بقى تفكيكي. هتلاقوا كل مصمم مراحل كده على مدار عمره ان هو بيتغير. تمام؟ زي احنا اصلا ذات نفسنا كده، يعني انا ممكن ابقى شاري حاجه ولبس مثلا معين وعاجبني جدا في اول ما اروح اقول ايه ده، انا جبت ده ازاي. تمام؟ بعد كده نقول ان قلنا ان احنا بيكون الاول بيكون الانسان عامل منهج لنفسه. المنهج ده لما بيبدأ يقتنع بيه عدد من المصممين بيبدأ يبقى اتجاه، وبعدين يبقى حركة، وبعدين يبقى طراز أو نظرية. لما النظرية أو الطراز يبدأوا يتشعبوا يبدأ يكون لي المدرسة اللي هي عدد من المبادئ اللي بستخدمها عشان أصمم منتج معين. المبادئ دي اللي هي إيه؟ أو أنا هستفيد منها بإيه؟ أهمية بقى نظريات التصميم الداخلي هتظهر معايا، إن أنا زي ما قلت لكم واحد ناقد، أنا مثلا بصحح لك لوحة فأنت تعملها، مثلا أنا أقول لك لا أنا عايز الخطوط مستقيمة، أو مش عارف، أو أنت عامل دي مفتوحة ليه ما تقفلها، تقول لي لا أنا عاملها علشان يبقى في اتصال مع الطبيعة. في حد فيكو طالب باعت طلب؟ معلش انا اسفه بقطع، جات لي مسج كده فقلت اما اشوف ممكن يكون حد فيكم داخل لان انتوا مش كاملين. مثلا انا ممكن اكون شايفه المره اللي فاتت قلت لكم كان في كرسي تصميم وقلبين عليه الدنيا، وانا مش عارفه ليه التصميم ده عادي جدا. لقيت ان هم مثلا اخدين كتان وفارمينه بطريقه معينه ومطلعين خامه عاملين منها ظهر الكرسي عشان يحقق نظريه الاستدامه، يبقى انا كده تبع نظريه الاستدامه، فمن المنطلق ده التصميم حلو، مش عشان انا ببص لشكله، لا انا ببص على الابعاد اللي هو هتبقى بعد استخدامه. تمام؟ كل الكلام ده احنا قلناه. نبدا بقى نروح للسلايد اللي بعده. وبرضو ده أنا قلت لكم إن المصمم ممكن يتبع أكتر من اتجاه أو مدرسة، لحد ما يوصل للحاجة اللي هو حابب يعملها، لأن تفكير المصمم متحرر ودايما مش بيتبع قالب معين، وهو دايما قابل للتغيير. بيجي التغيير ده من إيه؟ من إن أنا بعرف علم جديد، بعرف فن جديد، دايما بحاول أطور من مهاراتي. هنا زي ما انا كلمتكم في المحاضره اللي فاتت، النظريات عباره اللي هنتطرق لها في المنهج، نظريه النسبه والتقسيم، النظريه العضويه، النظريه الوظيفيه، نظريه الخداع البصري اعتقد ان انتوا اخدتوا عنها نبذه السنه اللي فاتت، نظريه الشكل. يعني ممكن هنتطرق للحاجات دي، بس احنا الاساس عندنا هو النسبه والتقسيم والعضويه والوظيفيه. بقيه الحاجات اللي جايه دي هنتطرق ليها بس بجانب مش كبير، عشان انتوا يا اما تطرقت ليها قبل كده يا اما انتوا لسه هتاخدوها في سنين لاحقه. الهاي تك وتطورها، ان هي اصلا كان جايه من الوظيفيه وبعد كده تطور. طبعا كل نظريه من دول بيكون ليها الوان خاصه بيها، نظريات اللون الخاصه بيها. أما المعايير الانتروبولوجية والفسيولوجية دي بتكون ثابتة، يعني هي أصلا حاجة أساسية، بس هنشوف ده طبقها إزاي في نظريته. هنبدأ النهاردة بنظرية النسبة والتقسيم. التقسيم ده حاجة موجودة في الطبيعة في كل حاجة حوالينا، أما بص هنلاقي إن هي متقسمة، وسبحان الله متقسمة وشكلها حلو. ده لأن هي من كتر بقى ما الناس قعدت تدرسها بقى، ونقول إيه واحد بص لحاجة خلاها شكلها حلو فبدأ يفكر يعني يعمل منهج ده يفكر فيه، بدأ الله دي حاجة دي ليها إيقاع معين، ماشية بنسبة معينة مش ماشية كده.
فيبدأ إن هو يعمل المنهج ده، يبدأ إن هو يعمل له قانون ويشوف المقادير اللي ماشية بيها إزاي عشان يقدر يعمل نظريته. التناسب ده من أهم النظريات اللي ظهرت من بداية، يعني عدي المدرسة البدائية اللي قلنا عنها في المحاضرة اللي فاتت لحد ما بدأت الكلاسيكية، والتقسيم ده بيكمل معانا. اتغير كل حد أخده بطريقته الخاصة، بس هو كان كمبدأ تقسيم ده موجود معانا. التقسيم هنشوفه في يعني مثلا الحضارة المصرية القديمة كانت بتبدأ، يعني مثلا لو بصينا على الجدارية دي كان عندهم قاعدة تقسيم، يا يعني إما بيقسم الحاجة لشبكة، واحد لثلاثة، واحد لستة، واحد لاتناشر، واحد لتمنتاشر، أو واحد لستة وتلاتين، حسب هو بيقسم. فمثلا بص الجدارية دي هتلاقيها متقسمة لمجموعة مربعات، الصورة مش ظاهرة خالص، ظهر أول كلكم كده؟ لا ظهر عندي يا دكتور، على العموم يا عبير حاولي بس ايه؟ ممكن نقلب من فوق من السهم، الباور ظاهر عندنا، بنقلب مع حضرتك. طيب ماشي، يعني السلايد مش باينة خالص ولا باينة الحركات اللي فيها ولا أي حاجة؟ على العموم أنا بسجله، يعني ممكن تسمعوا وتشوفوه يعني. تمام؟ فوق في سهمين يعني اوف أيوة. 76، هما 76 شريحة بنقلب بينهم مع حضرتك. تمام، ممكن تقلبوا معايا، احنا دلوقتي في شريحة 28. تمام؟ السهمين اللي فوق دول واضح؟ ايوه تمام يا دكتور. هكمل معاكم. فهنا ظهرت نظرية التقسيم في الحضارة المصرية القديمة. بعد كده هنروح لنظرية بقى النسبة الذهبية. ايه هي النسبة الذهبية؟ الأول أنا قبل ما أكمل، بس انتوا ظاهر معاكم الحركات اللي في البداية، لأن أنا عاملة عليها شرح، يعني مربع هيظهر ويطلع منه دايرة، الحاجات دي ظاهرة عندكم ولا مش ظاهرة؟ يعني السهم ده اتحرك عندكم دلوقتي؟ حد لا يرد يا عليا؟ دكتور، إيه؟ السلايد يا دكتور بتتحرك، لما احنا بنحرك تمام؟ السلايد، لما احنا بنحرك السلايد. طيب ماشي تمام. أنا دلوقتي ماشية معاكم بالنسبة الذهبية. النسبة الذهبية باختصار هي يعني نسبة حاجة قدامي واحد، لما أجي أقسم اللي جنبها عشان تظهر بالنسبة الذهبية لازم أضرب في 1.6. تمام؟ هتظهر معاكم أكتر لما ناخد تمارين عليها بعدين. ثواني بس، ثانية واحدة. أنا رجعت لكم أهو. يعني مثلا لو بصينا على اللوحة دي، رسمها ليوناردو دافنشي تقريبا في عصر النهضة، هو يعني لاحظ إن جسم الإنسان كله حتى العقل بتاعة الصوابع هتلاقوا إن هي نسبة ما بينها 1 ل 1.6. السهم الأحمر ده بيمثل لي 1.6، والأزرق ده هو الواحد. تمام؟ طيب أنا دلوقتي عندي حاجات كتير عايزة أقسمها، يعني مثلا هنبدأ بالمستطيل. إزاي أرسم مستطيل يكون النسبة بين طوله وعرضه نسبة؟ أول حاجة هبدأ بمربع، شايفين المربع الأورنج ده؟ هاجي من نصه هقسمه بالنص وأبدأ أرسم دايرة، الدايرة دي هتمر من نصه لما هتقطع هنا القاعدة بتاعته دي في نقطة، من النقطة دي هكمل الشكل المستطيل الصغير اللي هيطلع لي، يبقى الشكل الخارجي كله ده هو ده المستطيل الذهبي. تمام؟ يبقى أنا عشان أرسم مستطيل النسبة بين طوله وعرضه تكون نسبة ذهبية، هتبع
الخطوات دي، الخطوات دي اللي هي ايه؟ هراجع عليها بسرعة. هنبدأ بالمربع، من نص المربع هعمل في هنصف نص الضلع بتاع القاعدة، وهقف عند عند طرف الزاوية دي بالبرجل، وأبدأ أرسم دايرة بتمر من النص اللي هي نص الضلع ده لحد أما توصل لنقطة تحت في القاعدة، أوصلها وأقفل المستطيل، يبقى أنا كده عندي المستطيل. حد فاهمها؟ أعيدها تاني، أعيدها تاني. دكتور يعني احنا هنقف فين في البرجل؟ يعني هو المستطيل اصلا هنقف هيعمل ايه؟ البرجل عند زاوية أنا الأول بنصف ضلع القاعدة بتاع المربع ده، طبعا المربع أضلاعه كلها قد بعض، بنصف ضلع منهم واعتبره هو القاعدة، تمام؟ وأقف بالبرجل عند الزاوية دي اللي هي 90 درجة، وأفتح البرجل لحد ما أوصل للنص هنا. المفروض إن البرجل واقف عند الزاوية دي، وأرسم الدايرة. الدايرة دي قطعت لي مع امتداد القاعدة في نقطة، لما مدها وأقفل يتكون عندي المستطيل الذهبي الكبير ده، الأحمر ده هو ده المستطيل الذهبي. تمام، وضحت؟ واضحة يا أولاد؟ تمام يا دكتور. طيب السهم الأحمر اللي طلع عندي ده، المفروض إن هو ده وصلت قطر المستطيل الذهبي اللي أنا رسمه. بيعمل إيه؟ هنعرف بعدين، تمام؟ تابعوا معايا كده الكام السلايد الجايين عشان نعرف القطر ده كون لي إيه. دلوقتي معانا تمرين، التمرين ده اللي هو إيه؟ تعرف ترسم مستطيل بالنسبة الذهبية؟ هي الخطوات اللي انا قلتها لكم. هنبدا دلوقتي، يعني ده التاسك اللي انا هستلمه منكم يوم الخميس. علاء موجود؟ رد عليا علاء. موجودة يا معايا دكتور. التاسك ده للبنات بس، انت مالكش دعوه بيه. شوفوا انا عندي بتاع، انت ليك تاسك تاني، تمام؟ ماشي. هنأكد تاني إن المستطيل الذهبي هو بيقولك يعني إن هو بيفترض إن عرضه واحد وطوله هيبقى فاي زائد واحد، تمام؟ ده ليه؟ عشان يستنتج منها نسبة اللي هي الحاجة اللي جاية اللي هي تقسيم الخط. تقسيم الخط هنشوفه في السلايد اللي جاي، اللي هو إزاي أقسم خط بالنسبة الذهبية من غير ما اقعد اقيس بالمسطرة. ما انا اكيد مش هقعد اجمع واحسب واطرح علشان اوصل للنسبة الذهبية وانا برسم، لا. هي في طريقة برضو بالبرجل اعملها هتخليني اقسم. لو انا عندي مثلا خطوط وعايزة امشي بايقاع معين ان انا ماشية بالنسبة الذهبية، فابدأ الخطوات دي اعملها عشان ارسم ايه، اقسم الخط ده بالنسبة الذهبية. يعني هو ده نفس الكلام اللي انا قلته لكم، ان انا لما بقسم مثلا انا عندي قطعه مستقيمه اهي متقسمه نسبه ذهبيه، لازم يكون يعني انا بضرب في 1.6، تمام؟ فبالتالي لما بقسم الكبير على الصغير بتطلع لي النسبه 1 لـ 1.6، تمام؟ التمرين الجاي بتاعك اهو يا علاء، احنا بنحصل على المثلث الذهبي بتوصيل قطر المستطيل الذهبي. فالمفروض التمرين ده بتاعك انت يا علاء، فالمفروض ان هما وانت برضو اكيد عشان توصل للمثلث الذهبي لازم تكون رسمت المستطيل الذهبي. ايه هو المثلث ثواني، في حد عايز يدخل؟ ألو؟
الو سامعني؟ تمام، معلش النت مش عارفه حصل فيه ايه، معلش. دلوقتي قلنا هنسيب تمرين علاء ده، هنعرفه في اخر المحاضره ايه يعني ايه مثلث ذهبي، تمام؟ بس انا قلت لكم نبذه كده، جمله معرفش هتفهموه منها ولا لا، ان هو بيجي من توصيل اقطار المستطيل الذهبي، تمام؟ اللي هي لو رجعتوا سلايد كمان اللي هو السهم الاحمر اللي انا قلت لكم عليه، على العموم هو جاي في سلايد دلوقتي. بس هعرف ازاي اقسم، يعني انا عندي مثلا قطعه مستقيمه الف ب، تمام؟ قدامي اهي واضحه معاكم كلكم. عايزه اقسمها من سين دي، تبقى بحيث ان سين ب وسين الف يبقى النسبه ما بينهم نسبه ذهبيه. عارفة في إيه؟ يا جماعة مش عارفة في إيه، البرزنتيشن ظاهر قدامكم؟ طيب لا يا دكتور مش ظاهر. مش عارفة. طب كده ظاهر؟ لا ظاهر يا دكتور، ظاهر يا دكتور. مش عارفة هو أصلا مختفي عن، يعني هو اختفى، راح تاني. راح تاني؟ معلش يا جماعة اعذروني، الواحد برضو لسه بياخد على البتاع ده، انا مش اخد عليه، معلش اسفة. هو مش راضي، هو تقريبا بتوع سنة تالتة بيدخلوا على الكلاس التاني، عمال اللاب مهنج. معلش أنا آسفة جدا. طيب ننهي كده المحاضرة دي ولا ايه؟ مش هو مش راضي يرجع. دكتور ممكن ندخل كلنا، ممكن ندخل تاني وندخل تاني؟ ما كنا عايزة نبدأ رسم معماري. طيب ممكن ننهي المحاضرة المفروض ان انتوا هترسموا المستطيل الذهبي ده تاسك المرة الجاية، وعلاء هيرسم المستطيل والمثلث بقى جواه الذهبي، تمام؟ هو يعني هو كلها حاجة واحدة، بس انا حبيت اهزر معاكم، يعني كلها نفس الطريقة. ده هستلمه منكم ان شاء الله يوم الخميس، بالاضافه هتابع معاكم الجزء بتاع اللي المفروض اللي انا قلت لكم تطلعوا المكتبه وتدوروا على نسبة ذهبية في الحضارات المختلفة، وكنتوا متقسمين مجموعات كده، المفروض ده هتابعه معاكم يوم الخميس، مجموعة مجموعة تجيلي تشوف عملت ايه، عشان لو انتوا هتعملوا برزنتيشن لزمايلكم نعرض فيه الموضوع ده عبارة عن ايه. حتى ما نشوف بقى ده مش راضي يتصلح ليه. هنهي معاكم واديكم 5 دقايق كده ونبدأ رسمة معاكم، تمام؟ يا جماعة كده نخرج ولا نعمل ايه؟
تقريبا أنا غدا خروجي. المفروض نخرج خلاص. تفتكر ايه؟ باي يا جماعة، باي. واحنا نخرج ازاي؟